يقول لك طب ما الميثاق الاولمبي بيقول لك ما تميزش، ما تقولش بقى المعلم والمتعلم واللي مش متعلم. طيب اصلها عمليه ملتبسه. عموما راي الدكتور علاء مشرف كنائب لرئيس اللجنه الاولمبيه انه اللجنه الاولمبيه هي صاحبه الحق في فرض النظام والنسبه والنظام. اه طبعا. راي النادي الاهلي الاستاذ عماد وحيد عضو مجلس اداره النادي. مساء الخير يا استاذ عماد. مساء الخير يا استاذ ابراهيم. تحياتي وتحيات المهندس عدلي والدكتور ياسر. اهلا يا عماد بيه. لعلك اتفضل. انا حزين جدا. اه. كعضو في النادي الاهلي زي ما الاخ عدلي قال لهذا الحوار. وحزنت اكتر على بلدي لما سمعت اخي العزيز اللي ارجو ان الكلام اللي هقوله ده ما يزعلوش علاء مشرف. مع حفظ الالقاب الدكتور علاء. ما يعنيه الدكتور علاء مشرف حديث حصل بيني وبينه وقلت له طلع لي نص من المراسلات اللي تمت وكل الكوميونيكيشنز بيقول ان انا ما اقدرش اعمل الجمعيه او التصويت. هي مش جمعيه، كلمه اجتماعا خاصا يا دكتور علاء اللي حضرتك بتقولها تقول بالمفهوم اللغوي عامله زي يد 2 كب الف 4 زائد مش عارف ايه يساوي ايه. النادي الاهلي لن يتراجع عن قراره وعن حقوق اعضائه اللي اقسمنا اليمين ان احنا نحافظ عليها. وانا عاوز اقول اللجنه الاولمبيه انتوا ما بتعملوش حاجه، كل حاجه بتتعمل في وزاره الرياضه وبتروح تنسخ عندكم. وده اللي محزني على بلدي، مش محزني بس على الموقف ده، انا عاوز اعرف انا بعمل امور تسهل على الناس علشان اعظم الدور اللي هو بيسعى له، قاعد يحاربني علشان ما اكملش النصاب في يوم جمعه 25/8، كل الناس في اجازات، الناس تعاني من حراره الجو، مطلوب 12500 علشان تعمل اللائحه الاسترشاديه لائحه تنفيذيه. وانا عاوز سؤال بقى، كان نفسي يا استاذ عدلي صفه حضرتك من الخبراء القدماء اللي انا اجلهم واعزهم انك تقول ده ايه؟ تدخل حكومي ولا تدخل اولمبي؟ اذا كنت انا سالته يا عماد بيه إيه؟ استاذ عماد ده انا سالته انك انت خايف من اشكاليه في قناه النادي الاهلي. ده النادي الاهلي بيحافظ على حقوقه. مين اللي خايف من اشكاليه؟ مين اللي خايف من اشكاليه؟ يفضل النادي الاهلي يا عماد بيه. بس لحظه، شرط تعجيزي ثانيه واحده لما اكمل كلامي من فضلك وحضرتك عصب. شرط تعجيزي يعني يضحك. انت بتحاورني في ايه؟ طب ما ردتش ليه على الرفع بالايدي وتقليل النصاب من 10,000 ل 7,500 اعلان نادي الزمالك؟ وانا هو مين بس بتواجه كلامك لمين؟ انا مش فاهم. وجاي ترد على النادي الاهلي اللي عامل سهل العمليه التصويتيه لاعضائه؟ انت مالكش حاجه يا لجنه يا اولمبيه، وانت ما بتعملش حاجه، انت الوزير بيبعت لك وانت بتنسخ. اصل انا سالته يا استاذ عماد، انا سالته سؤال مباشر ايا كانت النتائج، لكن ان انت تقول لي انا خايف اقع في اشكاليه، اشكاليه اللي تقع فيها، كلام واضح، هو كلام واضح وصريح، النادي الاهلي له حق وضع القواعد او كلمه، لكن هتقعد تقول لي المفهوم اللغوي للكلمه، واصل كلمه اجتماعا، اجتماعا ايه؟ ده ابدا راي، ده انا بخش اقول او لا. جاي عليا انا وتقول لي لا اصل القانون والثوابت بتقول ان ما ينفعش في يومين، مين اللي ما ينفعش في يومين؟ ايه هو اللي هو انا هناقش ميزانيه؟ يا اخي العزيز ده انا عملت جمعيه عموميه ليطلع اعضاء النادي الاهلي على ميزانياتهم اللي بمليار وناخد رايهم في شراء او التعاقد على قطعه ارض في التجمع الخامس في القطاميه 350 مليون جنيه، جالنا 800 واحد. ما هو ده ثقة في المجلس يا ريس. 12500 يا أستاذ عماد، ده ثقة في الرئيس. هو هيجي يقولوا لا؟ عمرهم ما هيجي يقولوا لا، أنت بتشتري لهم أصول يعني، ما الناس موافقة. أنا بتكلم على العدد، لما رحنا مجلس الشعب اللي الناس قاعدة تتغنى بيه وتقول لك ما يصحش النادي الأهلي يروح مجلس الشعب، هو كان المطلوب مني إن أنا أقول لرئيس مجلس الشعب اللي اتصل بالمهندس محمود طاهر يقول له إحنا عاوزين يعني بنأسف ان احنا ما خدناش رايكم وعاملين جلسه استماع علشان نشوف رايكم، الوزير ما يبعتش دعوات للانديه الشعبيه والجماهيريه ويطلع لي اثنين يقول لك النادي الاهلي اذا كان غير قادر من اعضاء مجلس الشعب، وانا رديت عليهم بصفتي عضو في النادي الاهلي لا اسمح لبني ادم ان يتعرض للنادي الاهلي وكيانه ورموزه، يقول لك لو مش قادرين تجيبوا ال 12500 اقفلوه وروحوا.
مين يقبل؟ تقبل انت عادي كلمه زي كده على لا مؤكد طبعا وهو مش اتفرجوا على الاعلاميين اللي بيقول لك الاهلي هز من كيانه وهز من هيبته انه راح مجلس الشعب. انت رجعتنا هيفضل في هذا الموضوع حتى اخر العالم. بص عارف الموضوع خليك معايا بس عشان في سؤال مهم جدا ممكن كان هيريحك. ايه مقصود وانت قلت يا عدلي قبل كده ان النادي الاهلي هناك من يريد ان يعبث بتاريخ النادي الاهلي؟ ايوه طبعا وده الكلام اللي بيحصل النهارده عبث بتاريخ النادي الاهلي مش هيسمح بيه مجلس اداره النادي الاهلي ايا كانت النتائج. طب تسمح لي خلصت كلامك عشان انا عايز اقول لك حاجه واحده. بتقول ان هم الكراسي فيها ايه؟ اسال نفسك انت الكراسي فيها ايه؟ احنا قعدنا 3 سنين ما حدش فتح بقه بقضايا كل يوم وكل اسبوع قضيه بتترفع على النادي الاهلي بافساد عمليه انتخابيه اقر بيها مديريه الشباب والرياضه. انت متابعنا هجمته يا استاذ عماد انت متابعنا دلوقتي اسمعنا دلوقتي بتقول النادي الاهلي هيدخل النادي الاهلي مش هيتراجع لن يتراجع لان حقوقه دي انا مش طالب ان انا اغير بند انا بقول تسهيلا للاجراءات وتسهيلا لتيسير عمليه التصويت انا هعمل لقيته ان في حل مش هيمشي اللائحه بتاعته جاي تقول لا ما ينفعش لا ينفع الرفع بالايدي 10,000 عضو يرفعوا ازاي الرفع باي ازاي بس يا دكتور يا عماد يا استاذ عماد في حاجه اسمها 10,000 واحد يرفعوا ايديهم مكتوب كده في الاعلام بتاع نادي الزمالك انا ماليش دعوه دلوقتي اصل انت 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 مش عامل دي انت عامل الصح عامل بتاع سندي انا سالت الدكتور على والنبي عشان خاطري اسمعني بس بيدي رفع الايدي وتقليل النصاب من 10,000 ل 7,500 يا دكتور معنى النادي الاهلي اللي طالعه الدنيا تقول النادي الاهلي هو الدكتور علاء ده مش ساعده في اللجنه يقف قدام الدوله يا عماد الاولمبيه ملهاش في وضع القواعد نهائي وعلى مسؤوليتي خلاص اللجنه الاولمبيه التدخل اولمبي بدل تدخل حكومي وهذا على مسؤوليتي ماشي يعني عنده كلمه الدكتور علاء رديت سالته كام سؤال ورد عليه انه ما يعرفش طب ما انا بسالك سيبني بس ما عنديش فكره عن البند 3 اهم سؤال يا استاذ عماد اهم سؤال سالته له وهو ده مربط الفرس هو النادي الاهلي تبع مين؟ هي الانديه تبع مين؟ تبع جمعيه العموميه يعني انا سالت هذا السؤال ما هو انت لو قلت لي تبع مديريه الشباب يبقى حوارنا يبقى مع مديريه الشباب لو قلت لي تبع اللجنه الاولمبيه فقال لي اللجنه الاولمبيه قلت له هات لي اللائحه هات لي القانون والدكتور ياسر كان بيقراها له الاهلي مش تبع اللجنه الاولمبيه الاهلي مش تبع اللجنه الاولمبيه يا سيدي كويس الاهلي مش عاجب حد علشان نادي بيحقق مكاسب اذا طبعا. كان في اعلاميه طلعت قالت لك ده عملوا البنك النادي الاهلي بنك استثماري والسلوجان اللي معروف الهابط عمر الاهلي ما كان كده عملنا ايه في النادي الاهلي عمره ما كان كده وصلنا ميزانيته مليار الراجل اللي قاعد في لندن ربنا يشفيه نقل ما نال محدش دفع عنه لندن دي كلمة السر يا عماد محمود طاهر وهو بينال ما ينال كل يوم على القنوات الفضائية بتقيمة ايه مجلس الادارة ده عامل ايه للناس عامل علشان بيحقق رسالة اقصى يمين ان هو يحافظ ويرعى مصالح 130 او 140 الف عضو عامل اللي اعرفه انك انت تيجي تقول لي انت عندك فساد عندك تخسر ماتش يقول لك الاهلي في تفكك زي اللي بيقول لك النهارده في جورنال الاهرام فتنه في النادي الاهلي فتنه هو انا لما اقول لك مثلا امضي هنا وامشي وبكره ايسر على الناس تكمله بهيئه قضائيه بتسميع صناديق ابقى بعمل فتنه وكابتن صالح سليم قال النادي الاهلي فرع واحد ايه ده انت دخلتني في ايه لكن ده انا عارف ده اسمه اكشن بلان صراع سلطه هو صراع طب ما هي الانتخابات صراع سلطه يا استاذ عماد يعني انتخابات دلوقتي احنا في تدخل حكومي واضح اذا اللي يهم المشاهد دلوقتي حاجه واحده بتتعمل في الرياضه النهارده ان هو النيل من تقرير المصير استاذ عماد موقف الاهلي احنا انت مكمل في اجراءاتك وهتتجاهل اخر العالم ها لاخر العالم وهتتجاهل الخطاب اليوم مجلس اداره يا استاذ يا اللي بتقول مجلس اداره النادي الاهلي الكراسي يا اللي شخصيه رياضيه كبيره بتقول اتفرج خايفين على كراسيهم مين اللي قال كده بس ما هو قال كده لا علاء مشرف قال كده يا استاذ عماد لا 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 اعلى شويه
اعلى كده ايه؟ مستويات عليا. انت بتلخبطنا والله، قصدك عمال يبوظ الانتخابات عشان يقعدوا على كراسي. ماشي، احنا قعدنا 3 سنين في 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 حرب. انا بس انا في النادي الاهلي من سنه 62 ما شفتش اللي شفته ده. ليه؟ ايه السبب؟ طيب مين عاوز يرجع مكان مين؟ ومين مش عاجبه مين؟ ليه؟ ده احنا كنا بنقف ورا الناس، وانت تعلم تماما من سنه 76 يا استاذ عدلي ازاي كنا بندافع. ما هو ده اللي بقوله للناس، عمر ما كانت الانتخابات خناقه، عمر الانتخابات في النادي. تحاورني يقول لك ايه؟ لا تبعت له جواب، يطلع لك قانون بجواب. ثوابت ايه؟ هو انا بعمل لك كشف هيئه؟ لا يا فندم، لا 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 لا. وانت انا صعبان عليا بتوع اللجنه الاولمبيه ان هم ما لهمش قرار، بيملى عليهم حاجات يبعتوها. دلوقتي قلت مجلس الشعب على اساس ان في الانديه الشعبيه والجماهيريه، اللي فندم ما بعتش دعاوي. مين اللي هو مين؟ وسام حطب وزير الرياضه. وسام حطب ما جاش، اللي هو بيقول لك اللجنه الاولمبيه فترفض، اللي كان بيرد علينا الوزير. والافندي اللي طلع يقول لك لو بقفلوا النادي، انت تقبل على النادي الاهلي يا عدلي؟ اللي هو مين بس؟ الاستاذ ابراهيم المنيسي. لا طبعا، عضو مجلس الشعب، عضو البرلمان. لا طبعا، عضو البرلمان. وده ما انت رديت عليه يا عماد. جيبوا 12000 يا عماد، ما انت رديت عليه. طيب خلاص، ما هو ده احنا ردينا عليها في وقتها يا استاذ عماد. ما فيش حد يتجرع. لا لا لا، احنا ما ردناش على حد، واحنا مكملين في 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 قرارنا، ومش خايفين على الكراسي زي ما بيقول الافندي بتاع اللي بيطلع ينال مننا كل يوم. واحنا عارفين ازاي ندير مؤسسه زي ما قدرناها بما يرضي الله. النادي الاهلي ما حدش اداله حاجه، والله الاهلي ده كل بالظبط كده. كنت بشرف ان انا مجرد عضو في النادي الاهلي، وما زلت اشرف ان انا عضو جمعيه عموميه في النادي الاهلي، لكن انا ملتزم بحمايه حقوق ومصالح من اولوني سقطوا. غير كده ابقى انا راجل فعلا طمعان. انا سهل قوي ان انا اجاري الامور، سهل قوي ان انا اتهيس الامور واوصل لتفاهمات، لكن مش هيحصل ده، مش هيحصل. اذا وادي جمله، اسف ان انا استهلكت وقتكم. لا 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 ابدا، انا نقتل الدكتور علاء يطلع يكمل الاسئله بتاعته. تمام، نحاول نجيبه تاني يا استاذ عماد. شكرا جزيلا للاستاذ عماد وحيد، عضو مجلس اداره النادي الاهلي، واعتقد اكد على تمسك مجلس اداره النادي بالاجراءات التي سار فيها.